تابعنا مع بعض التفاصيل هنعرفها أكتر أو ما وراء ما تابعناه على التليفون. معانا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير صباح الخير على حضرتك. بداية خلينا نعرف أهمية زيارة الرئيس السيسي في هذه المرحلة بالذات للهند ودعوته من قبل مؤسسة هناك في الهند علشان يكون واحد من أهم الضيوف أو ضيف الشرف الرئيسي في الاحتفالية. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. هذه الزياره وعلى ضوء النتائج اللي تمخضت عنها القمه المصريه الهنديه صباح امس في العاصمه الهنديه نيودلهي، هذه الزياره نتائجها في غايه الاهميه بالنسبه لمصر، واعتقد ان هي بهذه الزياره نستطيع أن نقول أن العلاقات المصرية الهندية بتبدأ مرحلة جديدة، مرحلة وصفها رئيس وزراء الهند في المؤتمر الصحفي المشترك مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بأنها مرحلة شراكة استراتيجية. هذه الزيارة ودعوة السيد الرئيس يكون ضيفا كبيرا في الهند عند احتفالها بيوم الجمهوريه، ده حضرتك يعني تكريم كبير ومبادره تعكس حرص الهند على تعزيز علاقتها مع مصر في هذه المرحله وفي المستقبل. اللي حضرتك اشارتي زميل حضرتك اشار الى الجذور التاريخيه للعلاقات المصرية الهندية. زيارة السيد الرئيس هذه زيارة بتستند إلى هذه الخلفية، إلى العلاقات الممتدة بين البلدين سواء بعد الاستقلال الهند أو بعد استقلال مصر وقبل يعني بين حركات التحرر الوطني في مصر والهند، كانت العلاقات قوية جدا بين الأحزاب المصرية وبين زعماء الهند المهاتما غاندي. وأمس السيد الرئيس قام بوضع إكليل زهور على قبر المهاتما غاندي. فحضرتك أنا أعتقد أنه نتائج هذه الزيارة في غاية الأهمية بالنسبة لمصر سياسيا واقتصاديا وعلى صعيد الاستثمار والسياحة. فكما لاحظنا أمس في تصريحات السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي، السيد الرئيس ركز على التعاون مع الهند في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والثقافة وكذلك السياحة. وطبعا حضرتك السياحة الهندية ممكن تكون يعني عامل نجاح كبير للسياحة في مصر. صحيح. من ناحية أخرى في مجالات جديدة سيتم التعاون فيها، طبعا كلا من السيد الرئيس ورئيس وزراء الهند أشار إلى التعاون بين البلدين في المجال العسكري ومجال الدفاع ومجال الأمن السيبراني. والسيد الرئيس تحديدا أشار إلى تعاون في التصنيع الحربي، وكذلك حضرتك التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات. الأمس اجتمع السيد الرئيس مع رؤساء بعد رؤساء شركات الهندية، الشركات الهندية التي لها استثمارات في الخارج، واستعرض السيد الرئيس معهم التقدم الذي حققته مصر على صعيد البنية التحتية. وطبعا الشركات الهندية في شركات هندية وصلت إلى العالمية. فأستشعر أن هذه الزيارة حضرتك هتفتح مجالات إيجابية للغاية في الاقتصاد المصري وفي الاستثمارات الأجنبية في مصر. سعادة السفير، استغلال الوضع الجيوسياسي بوجود مصر كأكبر سوق في القارة السمراء أو تعتبر هي البوابة للقارة السمراء، وفي نفس الوقت وجود الهند في قارة آسيا وتوسعها الكبير في مجال التكنولوجيا، نقدر نقول ان ده نقدر نعمل نوع من انواع التبادل او نوع من انواع التوأمة
ما بين البلدين في التعامل في مجال التكنولوجيا أو في المجالات المختلفة، بصفتنا أكبر سوق، ونستطيع كمان تبادل الخبرات بحيث أن احنا نقدر نصدر قريبا كمان ما نتعلمه أو ما نستطيع أن نوطنه من تكنولوجيا في الفترة القادمة؟ هو طبعا من ضمن الموضوعات اللي تم استعراضها أمس خلال مباحثات القمة المصرية الهندية تبادل الخبرات في عدة مجالات، في الصناعة، في الزراعة، في تكنولوجيا المعلومات، ودي طبعا الهند حققت تقدما كبيرا. بس أنا أحب بس أتوقف حضرتك أثرت نقطة جديرة بالمناقشة، ألا وهو الأوضاع الجيوسياسية أو الجيوستراتيجية في العالم، وبصفة خاصة في منطقتنا الشرق الأوسط وفي آسيا. طبعا أنا الإطار الأوسع اللي بأنظر إليه لزيارة السيد الرئيس للهند هو ليس فقط العلاقات الثنائية وخلفية هذه العلاقات، الخلفية التي بنعتز بها، وإنما انفتاح مصر على القوى الآسيوية. نعم. وعلى لأن آسيا حضرتك وخصوصا ابتداء من الهند واتجاها شرقا هي حضرتك قارة القرن الحادي والعشرين. فبالتالي زيارة السيد الرئيس للهند لا أنظر لها فقط في إطار العلاقات الثنائية مع الهند، وإنما في انفتاح مصر مع آسيا. من ناحية أخرى الهند بتنظر إلى مصر زي ما حضرتك تفضلتي وأشرتي، إن مصر طبعا نتيجة للاتفاقيات زي اتفاقية كوميسا على سبيل المثال وليس الحصر، مصر بتتفق مع الهند بتنظر إلى مصر أنها ممكن تكون بوابة أو مكان أو موقع مهم لإقامة مشاريع مشتركة، أو أن بعض الشركات الهندية التي تريد الاستثمار في أفريقيا ممكن تقيم مشاريعها في مصر. وهو ما حدث امبارح في اللقاءات المختلفة، سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كل الشكر ليك على التوضيح.